سلام ونعمة المسيح معاكم أحبائنا مشاهدي برنامج المرأة المسلمة على قناة الحياة. برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم. النهاردة زي ما انتم شايفين معايا ضيفة عزيزة، الأخت سوزي منير. أهلا بيك يا أخت سوزي، منورانا. الأخت سوزي بتنضم لنا النهاردة في موضوع أعتقد أنكم هتجدوه شيق. النهاردة هنتكلم عن عمل الله في حياتنا، لكن كمان هنتكلم عن تمييز مين هو العدو. حلقة النهاردة اسمها من هو العدو، مين العدو الحقيقي اللي عايز يأثر على حياتك، ايه تأثيره على حياتك. احنا بنتكلم على حياتك الروحية اللي بتأثر على حياتك العملية، وحناخد نقاش زي ما عودناكم أنا والأخت سوزي، بناخد نقاش الأصدقاء في كلام الرب، لكن الكلام اللي يبني واللي يغير واللي يملأ قلوبكم بالسلام. قبل ما نبتدي النقاش سوزي، خلينا ناخد دقيقتين نصلي للموضوع اللي على قلوب الجميع الآن، اللي بيحصل في إسرائيل والألام اللي عند شعب إسرائيل وشعب غزة والضحايا اللي محصورين في صراع لا يمكن ينتج إلا عن عمل شيطاني، فكر شيطاني. فالنهاردة عايزين نصلي من أجل الناس، عايزين نصلي من أجل المظلومين، عايزين نصلي من أجل المحصورين في الوسط من الجانبين. عايزين نصلي إن ربنا يعلمنا الحقيقة ويعلمنا نقف للحقيقة وما يكونش عندنا روح تحزب. فخلينا نرفع الشعب النهاردة في اسم يسوع. يا رب احنا أحيانا يا رب نيجي قدامك وإحنا عاجزين عن الكلام، نرى ألام إخواتنا على الناحيتين، إذا كانوا من شعب إسرائيل أو من الفلسطينيين. يا رب إحنا نرى ناس متألمين، نرى جرحى على الجانبين، نرى صراع على الجانبين، نرى ألام نفسية وألام جسدية. بنسألك يا رب أن تأتي بسلامك في الوسط، وأن تعلن حضورك في الوسط، وإنك تكشف الحق، وإنك توقف الباطل، وإنك تخرج الإرهاب من الوسط في اسم يسوع. نعم يا رب بنتكلم عن فكر وعقائد إرهابية، بنسألك يا رب أنك توقفها في اسم يسوع، وأنك تفتح أعيننا لما يبني سلام بين الشعبين في اسم يسوع. أمين أمين. طيب سوزي، حلقة النهاردة من هو العدو؟ من هو العدو؟ yeah. طبعا العدو هو الشيطان، وحتى معنى كلمة شيطان معناه هو خصم ومقاوم. باللغة العبرية، الكتاب المقدس واضح جدا وربنا واضح جدا ان بيقول لنا اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. وحتى كلمة إبليس يعني الشيطان له كذا، أو الشر الشرير له مصطلحات كتيرة في المقدس، منها الشيطان اللي هو المقاوم والمخاصم، التانية إبليس معناه المفتري اللي بيفتري علينا واللي بينسب لينا بيشتكي علينا وبينسب لينا الفخاخ. كتاب المقدس واضح جدا في تحديد من هو العدو. يعني في آية جميلة في أفسس بتقول لنا لأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، يعني ما هوش مع الإنسان، لحم ودم هو الإنسان، إنما مصارعتنا بتبقى مع مين؟ مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد هذا العالم على ظلمة، مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. حربنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ليه؟ لأن الكتاب المقدس تاني يقول لنا لأنه كان قتالا للناس منذ البدء. هو ده شغلته. أما بنتكلم عن الأعداء، يعني أنا متأكدة أنه في كتير من مشاهدين النهاردة شافوا عنوان الحلقة من هو العدو، فكل واحد في باله بيعبر عن من هو العدو باللي يعرفه.
فالسؤال ده ممكن حاول ترد أو تردي على نفسك دلوقتي بيه. هل في منظورك العدو هو الشيطان هو المسبب لكل الألام اللي بنمر بيها، ولا العدو هو اللي بياخد منك حاجة، ولا العدو هو اللي بيعتدي عليكي، ولا العدو هو اللي بيفتري عليكي أنت شخصيا كإنسان؟ فالنهاردة هنفسر من الكتاب المقدس ربنا عايزنا نشوف إزاي مين المشتكي الأصلي، وإنه هو عايز يرفع عينيكي وعينيك على إنك تشوف الإنسان اللي قدامك بصورة مختلفة، وإنك تنظر إلى داخلك. عايزة أقرأ آية من غلاطية، غلاطية 5، وهي من 19 لـ21، بيتكلم عن أعمال الجسد عموما. فبيقول كده أعمال الجسد ظاهرة، اللي بيطلع من طبيعتنا البشرية ظاهرة، الإنسان الطبيعي والإنسان الجسدي بالضبط. فالكتاب بيقول لنا إنه هي إيه؟ زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت السماوات. الواحد لما يقف عند الحتة دي ويبص لنفسه يقول يا رب في إيه من كل ده؟ لكن قبل ما أخد تعليقك على ده سوزي، عايز أوجه نظركم لحاجة، إنه الأعمال دي نتيجة أرواح شر، وكلها مرتبطة تماما بشكاية الشيطان عليك، كذب الشيطان في ودانك. فاللي مديلك الأفكار دي واللي بيزرع فيك ده الشيطان. مظبوط؟ مظبوط، لأن هدف الشيطان الأساسي هدفه إن هو يفصلنا عن ربنا. بالزبط. ولما الإنسان فينا بيفصل بننفصل عن ربنا، خلاص بنبقى زي ما نقول وجبة حلوة في إيد الشيطان، يعني بيعمل بيلعب بينا يمين وشمال، لأن إحنا انفصلنا عن مصدر حياتنا، عن مصدر الخير اللي ربنا خلقنا من أجله. بيقول يعني هدفه فساد الإنسان، فساد الإنسان. الكتاب المقدس يقول لنا لأن السارق لم يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وده هدف الشيطان، إن هو عايز يهلك الإنسان ويحول نظره عن القضية الأساسية اللي هو حربه مع الشيطان، ويبتدي يخليه يبص حواليه ويقول له لا انت حربك مع فلان، لا انت حربك مع علان، لا انت حربك سواء كان بقى مع مراتك، مع عيالك، مع شغلك، مع المهم انه يخرج بره، ما يبصش على اللي هو الهدف الاساسي او التارجت الاساسي اللي هو الشيطان. هو صاحب قضيه انه هو بيحاول يهلك، يحاول يفسد طبيعتنا ويفسد الانسان. افتكرت قصه حابه اشاركك بيها واشارك المشاهدين. اتقابلت مع خادمة من خدام الرب، شافت كأنه مش حلم، كأنها رؤية يعني، حسيتها انه في روح شر بيضغط عليها جامد، وكانت خايفة. اوكي، فبتقول لي انه قلت لها، بتقول لي انه ده كان خوفها شديد جدا لما شافت الرؤيه دي، وشافت كانه الشيطان واقف معاها. اوكي، فقلت لها طب لو انت شايفه الشيطان قدامك تعملي ايه؟ فقالت لي اجري. فهنا انتبهت لحاجه، انه الكتاب ما بيقولش كده. الكتاب بيقول ايه؟ ان احنا ننتهر الشيطان وهو اللي يبعد عننا. قاوموا إبليس فيهرب منكم. بالضبط، هو ننتهره، نقاومه، نرفض فيبعد عننا. إذن من النقطة دي، من القصة دي لما افتكرتها، إنه أهداف الشيطان إنه يوقعنا، لكن إحنا لينا عمل. طبعا إحنا لينا دور. الإنسان له إرادة وله دور جامد في إنه يسمع أو لا يسمع. وبعدين الودن بتسمع لمين؟ القلب بيسمع لمين؟ بالزبط. هل بتسمع إلى روح التحزب وإلى روح الانشقاق وإلى روح الخصام وإلى روح العداوة والسخط والقسوة والموت والقتل، أم بتسمع إلى روح المحبة، روح الغفران، روح الرحمة، روح الرأفة؟ أنت مدي ودنك لمين؟ قومي كإنسان بطبيعتي، لو أنا مثلا لو حد زعلك
بتزعلي صح؟ بس ممكن طبعا. بقى تقاومي، هي دي نقطة المقاومة. في فرق بان انا ازعل وابتدي ارد الزعل بزعل او ارد او ارد الشر بشر وفي فرق بان انا ازعل اول حاجة انا بزعل صحيح انا اتجرحت لكن انا بزعل على اخويا، بزعل على اختي بالظبط، لان هم الفكر بقى للمسيح لان هم عملوا كده لازم اديهم العذر عملوا كده بسبب الطبيعه الانسان الطبيعي، هم مش ماشيين بروح الله، هم غير منقادين بروح الله، منقادين بروح ساعتها هي روح العالم، هي روح إله هذا الدهر زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا، اللي لهذا الدهر او لهذا العالم له إله وهو الشيطان وهو روح الشر. اللي بتخلينا ايه؟ اللي بتخلينا نفكر بس في الذات، في ذاتنا، بر ذاتي، انا عايز اثبت ان انا صح واختي دي غلط، انا عايز المال، انا عايز الجاه، انا عايز السلطه. عشان كده الكتاب بيقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. وبيقول لنا كمان ان كل ما في العالم هو شهوه الجسد، شهوه العيون، وتعظم المعيشه. ومع الأسف يا ماني يعني حتى في داخل كنايسنا ولمن لهم، يعني أقدر أقول من لهم اسم المسيح ولكن ليس لهم حياة المسيح وروح المسيح، مع الأسف بنلاقي ناس كتير ماشية بروح العالم، بروح العالم وبروح الشيطان وبروح هذا التحزب. بس أحيانا في ناس بتبقى عارفة الكلمة وتبتعد، وتبقى عارفة الحق وتبتعد، ولكن أحيانا الناس بتختلط عليها الأمور شوية، زي الخادمة اللي أنا كنت بتكلم عنها دلوقتي. دي خادمة ومليانة بكلمة الله، لكن وقت الخوف قالت أجري أنا، مش هستخدم السلطان اللي ادهوني الله. فأحيانا ده بيختلط علينا، دي نقطة. النقطة الثانية إنه اختلاط أفكارنا، أفكار الله بأفكار العالم، دي حاجة لازم ننتبه لها جدا. طبعا، ما زي ما انت قلتي لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهان. لازم يبقى الإنسان، ربنا بيقول اصحوا واسهروا، يعني معناها اصحوا يعني يعني خليك صاحي للفكر اللي داخلك للشعور اللي بيحاول يدخله جواك غضب. يا ربنا دايما بيقول اغضبوا لكن لا تخطئوا. بالظبط، يعني في حاجات كتيرة لازم ناخد بالنا منها إن كنا نريد أن ربنا هو الذي يقودنا وليس روح الشر أو روح الشرير. لأن إبليس مش عايز أكتر من أن احنا نعمل إيه؟ نكون زيه. بالضبط، لأنه وانس أن احنا بقينا زيه إلى الهلاك، كلنا هالكين. وزي ما تشايف هتبقى العالم غابة، هنبقى غابة، كل واحد بياخد حقه بإيده، كل واحد عايز اللي لنفسه. الأنانية دخلت، حتى مع الأسف الأنانية حتى دخلت في بيوتنا ما بين الأفراد الصغير، يعني أفراد البيت، أفراد الأسرة الواحد. أفراد الأسرة الواحد. يعني إن لم يرشدنا روح الله فإحنا تاركين المجال مفتوح لإيه؟ لمين؟ لأنه إن لم يرشدك روح الله إذن في روح آخر حيرشدك، محبة العالم، محبة المال، هو الشرير. عموما هيكون الروح اللي بيرشدك روح شر أيا كان. من العجيب انه الناس دايما يعني اما بتتكلم عن المسيحية يميزوا جدا حتة انه تعليم السيد المسيح احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم. وما نيجي نتكلم عن العداوة تلاقي كل واحد مننا في باله، في ذهنه اعداء معينين هو شايفهم اعداء. ف حتى في وسط المسيحيين، إذن العدو الشيطان نفسه بيستخدم فكرة العداوة بين شعبين، بين اتنين، بين اتنين في عيلة، بين أسرتين، حتى بين الزوج وزوجته. مظبوط، بيبقى في نوع من العداوة أحيانا، لأنه في حاجات هي متمسكة بيها وفي حاجات هو متمسك بيها، وتبقى خناقة بقى يعني، والخناقة بتفضل مش كده. فكون العدو يستخدم العداوة في كسر علاقات بين الناس، دي لازم نرفضها. وحتى ربط الكلمة العدو عداوة مش كده.
احنا واحنا بنتكلم دورنا على معنى عداوه. فالمعنى اللي في المعاجم، انا دايما ابص بالانجليزي الاول وبعدين العربي، لانه المعاجم الانجليزيه بتدي تفصيل اكتر. المعاجم العربيه مرتبطه بالقران، فكلمنا على الموضوع ده كتير. فدايما لو عندك وقت تبحث على معنى معين، ابحث بصوره اوسع. ف العداوه ليها مواصفات كتيره، ساعديني شويه عشان مش هفتكرها كلها. شعور شديد بالكراهية، ازدراء، غضب، ايه تاني قلنا؟ كره، تحزب، تحزب، animosity which is يعني يبقى في شد ما بين الشخصين او ما بين مجموعتين او ما بين يعني كلمة عداوة it's really بتشمل كل مشاعر الغضب والمشاعر الشر اللي ممكن تدخل الإنسان. بس مهم قوي انه نفهم ان الناس انها مرتبطة بمشاعر، يعني شايفين ازاي؟ ففي حاجة في المشاعر النفسية، يعني الروحية بتأثر في أيوة. النفس بتأثر في نفس الإنسان قوي، وهو ده هدف الشيطان بالظبط، ان هو هدفه روحك. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده وتكلمنا قبل كده ان الروح هي اللي بتتصل بربنا وداوت حياتنا اللي منها نستطيع ان ربنا يتعامل معانا، نستطيع ان احنا نعرف هدف ربنا من حياتنا بالزبط. فهو بيدخل الى الروح، الى النفس الداخليه للانسان، ويحط فيها كل هذه المشاعر علشان يبتدي بقى ايه المشاعر دي تتحرك، ويبتدي يبقى فيه عمل زي ما في الكيموت بيقول لنا المحبه ليست بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. برضو العداوه والكره ليس بالكلام واللسان، لانها مش هتقعد جواكي وهتبقى ساكته، لا، هيبقى في عمل مضاد بيظهر هذا النوع من العداوه وهذا النوع من الانشقاق والكره والتحزب. الكتاب المقدس بيتكلم عن المشاعر اللي زي دي بصوره واضحه وبيحذرنا منها، لانها بتترك جذر مراره، بيقولوا عليه جذر مرار، مش كده؟ جذر او جذر، يعني جذور مراره داخل الانسان. المشاعر دي لما بنحسها، لو انا ما عبرتش عنها، ما هي جوايا برضو، يعني هفضل متنرفزه وهفضل تعبانه. ليه بنقول انها مرتبطه بالروح ومرتبطه بنفسك واعماقك؟ لانه كل واحد مننا يفكر، يعني لو انا غضبت، حد زعلني وانا غضبانه منه جدا ومتنرفزه منه جدا، هبقى حاسه بايه؟ هبقى شعره بعدم راحه، رايت؟ بيبقى في حاجز ما بيني وما بين ربنا بقى. ليه؟ لانها لا، غير الحاجز، انا بتكلم عن مشاعرك انت جوه. ما هي المشاعر النيجاتيف اللي هي السلبيه اللي هي من الكره والعداوه والخصام، دي بتعرقل وبتبقى زي حيطه ما بيني وما بين ربنا، مش بس ما بيني وما بين اختي او اخويا، نو، ما بيني وما بين ربنا، لان الله محبه، وبتعرقل ان هي هدف ربنا وغرضه من حياتي يتم. طب ايه هو هدف؟ الغاضب ما بيشوفش بصوره واضحه، وربنا عايز طبعا تبقى لا خلاص، ما هو اتعمينا عشان تشوف، اتعمينا زي ما كده اعمى أذهان عيونهم من أن هم يروا الحق. ليه بنتعمي؟ لأن ربنا زي ما قلنا الله محبة، وربنا هدفه الأساسي إيه؟ من أن هو خلقني، أنا خلقني على صورته ومثاله، عمل الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا، على صورة الله ومثاله. يعني إيه صورة الله ومثاله؟ يعني ربنا عايزني أوضح محبته، أوضح بره، أبقى أنا الصورة اللي على الأرض كلها بتوضح من هو الله. لحد كده السيد المسيح قال لهم لكي ما يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. طبعا، لأنه العامل فينا إن لم يعمل داخلنا، يغير داخلنا، اللي هينتج عن العمل بتاع الله اللي جوانا ده هو محبة، خير، سلام، فرح، طاعة، لأن الله خير، كل ما هو شبه قلب الله. يبقى
احنا بنتكلم عن المشاعر لانه العداوة بتأثر على قلب الانسان طبعا، ما زي ما قلنا يعني. وده مهم انه احنا ننتبه لده تأثيرها ايه. انتي قلتي حاجة امبارح اتناقشنا فيها شوية، انها بتخرجنا من الصورة الأصلية اللي ربنا خلقنا عليها خلقنا ليها وعشانها بالظبط. ما هو ده ما بتعرقل زي ما قلت، بتعرقل اتمام هدف الله من خلقتي، وهي مزبوط. الصورة الأصلية للإنسان اللي هو ان نكون على شبهه وصورته، ان احنا نحمل صورته نعكسه في ما بين سكان او ما بين كل خلائق الله. لان ده هو هدف الله من حياتنا. طب خلينا ندي شوية أمثلة. اوكي، عايزه امثله. يعني مثلا هقول لك على حاجه زي ما قلنا، يعني انا يمكن ذكرت ان حتى جوه داخل الكنيسه كل ولينا احنا كمسيحيين، من لنا اسم المسيح وليس لنا روح المسيح او حياه المسيح، بتلاقي هذه الروح موجوده اللي هي روح الخصام والانشقاق والتحزب. فبنغضب حسب الجسد مش طبعا ما هو كل واحد عايز يثبت نفسه بقى. ما هو وانس الايجو ده ما تحطش في المكان المظبوط تحت مشيئة الله تحت يد الله، الإنسان بيحطه تحت إيد مين؟ تحت إيد الشيطان. والشيطان المقاوم الذي هو المقاوم الأول لله، وعن طريق الإنسان بيقاوم ربنا عن طريق الإنسان، بيقاومنا بقى في كل اتصالنا بربنا، باتصالنا بحبايبنا، بحتى من له أي اتصال بينا، يعني أي شخص وأي مجموعة لها اتصال. يعني مثلا لو بصينا في الغرب احنا دلوقتي شايفين مثلا ايه مجاميع الديمقراطيين ضد الجمهوريين ريبابليكان ضد البتاع، وكل واحد عمال يقول على التاني انت مش بتاع ربنا وانت مش بتاع ربنا. كل ما خلاص حطينا احنا اورقون كمان، حطينا الستاندرد بتاعنا، كل واحد حط ستاندرد بتاعه، سايبين ربنا خالص. ليه؟ لان احنا ماشيين على اسلوب العالم ماشيين على ثقافه العالم، او لانه كمان هم بيستخدموا ده للمصلحه الشخصيه، فهو لا علاقه ليه. بقول لك الايجو البر الذاتي المال السلطه الليبراليين المحافظين والليبراليين كل واحد عمال يكفر التاني وطبعا اسهل حاجه انت عندك حزب النور يتكلم على بقال الله وقال الرسول والتاني وهكذا، وده ليه علاقه بربنا ولا ده ليه علاقه بربنا؟ لا خالص. الحلو اللي انا يعني واحنا بنوضف الموضوع دوت، السيد المسيح له كل مجد عندما جاء بالجسد على الارض، جاء في وقت كان في احتلال وكان في يعني اليهود كان الدولة الرومانية هي المهيمنة على الناس كلها، على شعب إسرائيل وعلى كل الشعوب عامة. إيه اللي حصل؟ كانوا هم بنلاقي أن كانوا بيحاولوا يقاوموا الرومان صح؟ كانوا بيقاوموهم إزاي؟ كانوا بالثورة بالعنف، وحتى القادة الدينيين كانوا بيشجعوا الناس أن هم يقاوموا الاحتلال الروماني. ليه؟ لأنه ما كانوا فاهمين، وده جاس المسيح وصلح لهم الكلام ده كله، جاء لأنه ما كانوا فاهمين أن هدفهم في الأرض هو أن هم يكونوا، يعني هدف الإنسان في الأرض هو أنه ياخد حقه بإيده أن هو بحسب الإنسان الطبيعي، يعني إن هو الانتصار على العدو أوكي؟ كانوا شايفينهم غاصبين لحقهم ومسخرينهم وكدا. بس كان الأسلوب أسلوب مقاومة عنف كان في أشكال كان معينة في أشكال يعني بيدينا صور منها. ممكن بس أوقفك دقيقة وناخد مكالمة أوكي. معنا مكالمة من السعودية، أنا مش عارفة الاسم. ألو سلام المسيح، مين معي؟ مرحبا، اهلا، مين معي؟ معك خالد من السعودية. اهلا اخ خالد، اهلا بيك، تفضل. كيف حالكم؟ نشكر الرب كله بخير، تفضل شارك معنا اللي على قلبك. ممكن سؤال؟ تفضل. طبيعة الانسان هي خاطئة. نعم. كيف ممكن يكون مقاومة
أعوان إبليس وليس إبليس نفسه، أقصد أعوان جنود إبليس، كيف ممكن نقاوم هذه الحالة؟ كيف يمكن أن نقاوم أعوان إبليس؟ ده سؤالك؟ نعم أعوان، أيوة okay. هذا هو السؤال. Yeah. إبليس أو جنود، كيف ممكن نقاوم جنود أعوان؟ وبنفس الوقت طبيعة الإنسان خاطئة. نعم. يعني أنا بواقعية، أنا بتكلم بواقعية. مزبوط. طبيعتي خاطئة. طبعاً يا. لا كلامك صح يا خالد. خليني أسألك أولاً، هل أنت باحث ولا عابر؟ لا لا أنا باحث، أنا معكم من سنوات طويلة. يس أوكي معلش سامحني، أحياناً الصوت ما بيبقاش واضح، فأوكي خلاص فهمت سؤالك، خليك معنا. أنا معكم سنوات طويلة، من 10 سنوات تقريباً. وانت منورنا، اهلا بيك وشكرا على متابعتك. خليني اروح للاخت سوزي، خليك معانا عشان ممكن تحب تسالك سؤال. طبيعه الانسان خاطئه، الكتاب بيقول كده، هل ازاي نقدر نقاوم اعوان ابليس؟ ربنا ادانا الحل عن طريق روحه القدوس. ما نقدرش نحارب روح الا بروح. وروح الله هو الوحيد اللي ادانا المعونة ان احنا نستطيع ان نقف لكل شيء. اعطيتكم سلطانا ان تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. جايز الكلام ده يكون صعب لبعض الناس ويقولك يعني ايه روح ربنا. الله يعني الكتاب المقدس يقول لنا اذا كنا ونحن اشرار نعطي اولادنا عطايا حسنة. يعني اذا طلب منك سمكة مش هتديله عقرب. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. So, النقطة المهمة هنا إنه الله لازم يكون أبوك علشان تقدر تفهم خطته. وربنا حاطت نفسه إنه عايز يكون أبوك. أنت هل أنت عايز تكون ابن له أم أنت تكون عبد للشيطان؟ وهي ديت مسألة العالم كله. على فكرة الإنسان كان في الجنة أوكي وهو خرب الجنة. ليه؟ لأن زي ما أخونا بيقول إن الطبيعة وقعت، طبيعة الإنسان فسدت، فالإنسان أصبح إنسان خاطئ، انفصل عن ربنا. وده اللي حصل لنا. لما بننفصل عن ربنا بيدخل لينا كل أعمال الشر. سو نمرة واحد يا خالد، عايز أسألك سؤال، بس نمرة واحد، أنت لا تستطيع أنك تقاوم الشر بشر. وقع؟ أوكي. طب أنت سمعنا، فدي نمرة واحد، إحنا لا تستطيع أنك تقاوم الشر بشر، فلازم يكون الله جواك علشان تقدر روح الله اللي فيك هي اللي تقاوم الشرير نفسه العدو. لما الرب بيقول أنا أدافع عنكم وأنتم تصمتون، دي على يعني على طول الخط في الحياة الروحية وفي الحياة العملية أيضا. أحيانا الرب يقول لنا اسكتوا وأنا أدافع عنكم. النقطة الثانية اللي وضحت شوية بالنسبة لي، يمكن خالد يقدر يتصل تاني ويوضح لي إذا فهمت صح ولا لا، أعوان إبليس. هيكون مين أعوان إبليس اللي إذا كنا بنتكلم عن حد معديني مثلا؟ أي حد بيشتغل مع إبليس أو بيمشي بروح إبليس هو أعوان إبليس. بالضبط. فأنا يعني يمكن دي من النقط اللي عايزين نوضحها النهاردة. الإنسان اللي بيعمل ضدك، الإنسان اللي بيأذيك، مش هو العدو، هو مستخدم من العدو. فالإنسان اللي فيه روح الله لازم يبتدي يتحرك من أفكار الله، يعني يتعامل بغفران، يتعامل بسماحة، يصلي من أجل الغير. فده يخلينا يبني جوانا مكان لأننا نقدر نغفر للناس. طبعا بصي، فلا نراهم أعداء بعد، ولكن أناس محتاجين لله. طبعا السيد المسيح عندما جاء إلى الأرض قال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء الى التوبه. احنا كلنا تحت الخطيه. كلنا تحت الخطيه، والانسان لوحده ما يقدرش على الشيطان. واذا كنت فاكر يا انسان انك تقدر على الشيطان لوحدك، اديك شايف اللي بيحصل في الدنيا ايه. لكن الله جاء وتدخل في حياتنا لكي ما يعطينا
ما نستطيع الريسورس اللي بيها نستطيع المصادر اللي بيها نستطيع ان احنا نقاوم ابليس. وهنقاوم ابليس بيه هو، لانه هو على فكره كذبان، ده الله. فروح الله بتجعلنا نحن اولاد الله، والروح ديت لابد ان نسلك بالروح ولا نكمل شهوه الجسد. الانسان فينا الجسد هو اللي ظاهر، الجسد هو اللي بيزقنا ان احنا بيزقنا ان احنا نعمل اعمال الجسد، لكن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم ابناء الله. اتكلمنا امبارح عن المصدر، فمنقول انه المصدر اللي انا بستقي منه، اذا انا بشرب ميه مالحه هتؤدي الى الهلاك، لكن اذا انا مصدر الحياه عندي هو الماء العذب اللي انا اللي ربنا مخصصه عشاني، هعيش وهعيش كويس، صح؟ فاذا كان مصدر اللي جواك طالع من الكراهيه، الغضب، العداوه، من الشيطان نفسه، فاللي هيطلع عدم غفران، قسوه، الم، غضب، كراهيه، هيودينا في الطريق دي. بص يا فلازم نركز على انا بتحرك من اي مصدر، عشان سلطانك بتاخده من اي مصدر. كلنا بنعبد شيء او بنعبد الله. الجميع يعبدون. في ناس بتعبد حتى ربنا فوق كده، بس هي بتعبد المال والسلطه والجاه. في ناس فاكره انها بتعبد، لكنها بتعبد الجمال والشكل والمظهر. في ناس بتعبد يعني لا اقصده كل واحد فينا بيعبد شيء. شوف انت بتعبد ايه، لان على هذا على اساس عبادتك انت هتطلع من اللي هي بتاعت القلب، من فضلة القلب يتكلم الانسان يتكلم اللسان. اللي جواك واللي انت عايزه واللي انت بتحبه هو اللي هيبان في اسلوب حياتك وفي تعاملك مع الاخرين. اجان عشان ارجع بس للنقطه اللي كنت عايزه اقولها في طريقه مقاومه العدو اللي هم اعوان الشيطان. اذا كنت حبيتي تقولي اليهود كانوا في ساعتها تحت الاحتلال الروماني عندما جاء السيد المسيح، وكان كل فكرهم ودعوتهم هم فاكرين كده ان دول الاعداء، ان دول الاعداء، وان هم عليهم انهم ينتصروا ويخلصوا على الاعداء دي عشان هم اللي إذا جاء السيد المسيح وقال لهم انتوا لا فاهمين دعوتكم ولا فاهمين الاسلوب اللي انا بتكلم بيه والاسلوب اللي انا عايزكم. اذا كنتوا انتوا فاهمين دعوتكم ان كنتوا تكونوا صورتي على الارض. ده أي إنسان على فكرة، مش بس اليهود زي. فده صورة أنهم إحنا نكون صورة ربنا على الأرض، فإحنا نجيب الشفاء والخلاص للعالم. فطريقته ما عجبتهمش، عشان كده صلبوه. كانت إيه طريقة الله في المعاملة مع العدو؟ لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل ولا تجازوا عن شر بشر، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، اعطوا ما لقيصر لقيصر. حتى في التعامل مع اللي انت السلطان اللي انت شايفه فوقك ده، الرب قال لا، اديله اللي ليه وانت عيش باللي انا بقول لك تعيش بيه. لا ده بس مش بس كده، ده قال له اذا جاء مخاصمك يعني عدوك وطلب منك التوب، اخذ منك التوب، اديله الرداء ايضا. معناها ايه يعني؟ هل معنى كده ان دي يوتوبيا، يعني ان ده اسلوب ما ينفعش؟ لا، معناها ان الاشياء التي للعالم ما تخصناش، مش مهمه قوي. اكزاكتلي. خسرنا بالزبط. كسبنا يعني. وانك تعيش مع ربنا هتخسر شويه حاجات ارضيه. ليه؟ لان عينك على السماويات او عينك على الشيء الباقي، الارض والارضيات وشهوه العيون وشهوه العالم تفنى، العالم يفنى ويمضي وشهوته معه. فالإنسان اللي فاهم كده بتبقى عينه على الحاجة الباقية اللي هتقعد له زي ما بيقول الأبدية، وهي إن إحنا نعيش مع ربنا. عايزة أقول الآية دي للأخ خالد، الكتاب بيقول كده: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. ميراث عبيد الرب، ميراث أبناء الرب، إن هو يدافع عنهم.
فكل آلة صورت ضدك لا تنجح، يعني أي حاجة يعملها العدو ضدك لا تنجح، سواء استخدم فيها بشر أو استخدم فيها قوات روحية غير منظورة، لأنه أحيانا يعني في حاجات عربيتك تتخبط، حاجة تحصل تتكسر عندك، ولا أي حاجة زي كده، يعني سواء كانت منظورة أو غير منظورة، الرب بيقول أنه أنت ابني وأي آلة صورت ضدك لإزائك لا تنجح. وهو يقصد الروح، يعني بالروح. يقصد بروح طبعا، يعني طبعًا. أو أحيانا بالروح أو وأحيانا بالجسد, بالجسد. الاثنين. ده لا يعني ان احنا لا تقع علينا الام مش كده؟ لا طبعا بتقع علينا ان احنا تحت الالام زي بقيه البشر وبدا ازاي نقدر نفرق بين انه العدو، وده تقريبا نفس السياق، هو العدو الشيطان اللي بيقف ضدنا والناس اللي بتقف ضدنا. نظرتي لأختي أو لأخويا أنا شايفة إيه؟ أنا شايفة الله فيهم، شايفة صورة الله فيهم، الفاليو بتاعهم، القيمة بتاعتهم من قيمتي حتى لو مش مؤمنين؟ آه طبعا. طب اشرح لنا ده. طبعا قيمة الإنسان في في الله لأنها لأن إحنا منه. سو وده اللي كان بيحاول السيد المسيح يعلمه لما جاء على الأرض. قيمتي فالله، فأنا ببص لأخويا اللي هعمله لأخويا كأني بخدم الله. حتى لو كان أخويا أو أختي دولة ضدي، يعني إن جاع عدوك فطعمه، إن عطش فاسقيه. فأنت بتقولي إن العدو ممكن يبقى أختي وأخويا؟ طبعا، مش ممكن اختي واخويا، هو اختي واخويا، هو اختي في الانسانيه، في الانسانيه. أوكي. ليه؟ لان انا انسان مخلوق على شكل الله وصورته ومثاله، واخويا العدو اللي هو بيعاديني برضو، فقيمته من قيمه ربنا، قيمته من قيمتي، زيه ورقول ايكوال، بس هو مضحوك عليه. وانا ربنا اداني نعمة مش بسبب ان انا احسن من اخويا، ولكن بسبب رحمته قدرت اشوف النعمة دي. بسبب رحمة ربنا، او لانه كلنا في مراحل كتيرة في الحياة. فانا دوري الله بيشتغل علينا شوية شوية. دوري بقى انا لو انا رديت الاساءة بالاساءة هيشوف ربنا ازاي. انما لو رديت الاساءة بالمحبة، لو رديت الاذى بالبركة، ان انا اطلب لربنا ان هو يتقرب منه، باركوا لعنيكوا. يعني ايه باركوا لعنيكوا؟ يعني ايه بركه ايه بركه لعنيكوا؟ يعني الناس اللي بتلعني بصلي ليه؟ بصلي انه يعرف ربنا. من اجل ايه؟ من اجل ان لما ربنا يدخل حياته هيتغير هذا الانسان. غريب قوي انه كل اخواتنا المسلمين او اهلي المسلمين، انه انا كمان كنت مسلمه، الناس بتنسى، فانا لازم اقولها في كل حلقه. سو غريبه انه بيقفوا عند حته ان احنا نبارك الاعداء ونسامح اللي بيقف ضدنا وكده. في احد المشاهدين بعت لي سؤال بيقول لي: هل يمكن ان يشفيني المسيح من عدم الغفران؟ وبيقول انه متالم جدا من عدم الغفران، مش قادر يغفر. طبعا هو المسيح يشفي من كل حاجة. بس وطالما هو عارف ايه نقطة ضعفه، وبيطلب امام الله ان هو ربنا يساعده على عدم على ان هو يغفر بقى. صح؟ يعني هو عايز ربنا يشفيه لكي ما يغفر. صح؟ ده اللي انا فهمته من كلامك. هو عايز ربنا يشيل عدم الغفران اللي جواه، لانه شايف انه متألم جدا من عدم الغفران. طبعا. بس الحقيقة ان السؤال لوحده ليه مغزى كبير، انه الانسان يرى ان عدم الغفران يؤذيه هو اولا. طبعا بتبتدي من عندنا احنا الاول. لو انا عندي عدم غفران ببقى انا المتألمة. فاخونا ده بيقول انا مش قادر او مش عارف الادوات، مش قادر انسى الأذية، مش قادر انسى الالم. ده واحد غير مؤمن لسه. هو بس شايف انه المسيح عنده قدرات غير عادية، علشان المسيح ادى التعليم بتاع احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. والمسيح مديهولك، مديلك انك تبقى زيه.
لكي ما نصل إلى ملء الله. بس قربيها لنا شوية، لأنه اللي واقف برا بيشوف ده ويقول لا، ده دي خطوة كبيرة قوي، يعني ايه نغفر ده؟ طبعا مش خطوة واخدة كبيرة، بالك ده عمل فيها امبارح، دي يو نو اتس ستيل، يعني عارفة لسه فريش في او لسه جديدة جواه، او بيجددها الشيطان جوانا. طبعا الانا ازاي الانا، طبعا دي اصعب حاجة، اصعب حاجة على الانسان انه يدخل جوه ويبص جوه ويشوف ايه الغلط اللي جواه علشان يبتدي الهيلينج، يبتدي الشفاء، حتى لو كان ما عنديش مسؤولية ضد الغلط اللي حصل ده مثلا. طبعا ساعات كتير الناس بتظلمنا، ساعات كتير بنتظلم وبيبقى يعني ناس بتقوم علينا بدون أسباب. طب ساعتها نعمل ايه؟ او اشوفها ازاي ساعتها لو انا اتظلمت في موقف ومتألمة منه، واحدة جوزها بيضربها كل يوم، الله يكون في عونها، دي اول حاجة نصلي من اجلها. ازاي تقدر تستمر تغفر له؟ هو محطوط تحت زي ما بيقول ايه، مربوط، او يعني مش قادر يشوف ان دي انسانه زيها زيه، ان ليها احتياج زيها زيه. الشيطان ربطه. الشيطان ربطه، وربنا جه من اجل ان هو يفكنا من ربطه الخطيه دي، من ربطه العمي ده. تبصرون ولكنكم مش بصرين، يعني لا تنظرون. لكن هي نفسها تعمل ايه بقى؟ هي نفسها تعمل ايه؟ اول حاجه لو يعني الحق ينقال، يعني لو الضرب طبعا في إزاءة ليها، هي she has to تحمي نفسها. دي اول حاجه. تاني حاجه تصلي من اجله. وتصلي من اجله انه ربنا يفتح عينه. ما تكرهوش، لانه هو يعني عايزه اقول الكلمه مش قادره اجيبها، هو مضروب، مستعبد بالظبط، هو مضروب يعني. فانت ربنا مديكي، رغم ان هو انك انت اللي عليكي الاذى، لكن انت قادره تشوفي احتياج هذا الشخص. اول حاجه لازم تبعدي من اجل سلام نفسك. تاني حاجه وانت بعيده هتقدري تشوفي الصوره كامله، صلي من اجل هذه النفس الضايعه. وهذا الشخص ممكن يتغير وممكن ما يتغيرش. مظبوط، ما هياش مسؤوليتك اذا ما تغيرش. لكن ده رجعنا لانه مسؤوليتنا الشخصيه ان احنا لازم نحاول ناخد الخطوه الاولى بالغفران. انا بشوف الطريق اتنين، جزئين، طريق يقربني من قلب الله وطريق يبعدني عن قلب الله الى يعني مخالب الشيطان. فاذا كان قلب الله بيقول لك اغفري يا بنتي او اغفر يا ابني لاخونا اللي بيسالنا السؤال ده، ده مش معناه انك تقول انا غفرت وهتحصل معجزة، لا، ده معناه انك تقول يا رب انا من اجلك اقدم غفران، ساعدني اني اعيش هذا الغفران. ودي الحياة كان ده اللي انا عملته، كان في الام كتيرة في حياتي كنت شايلها ضد الناس اللي كانوا في حياتي وما تغيرتش الا لما قلت يا رب انا بغفر من اجل انك قلت اغفري، ساعدني بقى اغفر بجد. وربنا بيدي مع الوقت طبعا شفاء، وشفاء يعني اول واحد هيشفى هو انت، انا شفاء. وده الحقيقه، وهتبتدي تنظري لاخوكي او لاختك بنظره رأفه. ليه؟ لانك انت كنت اصلا تحت هذا الالم. عدم الغفران بيعمل الم جامد. بيحصل ليه؟ لانه ضد طبيعتنا اللي ربنا عايزنا عليها. اللي خلقنا من اجلها. وعدم الغفران يخليكي تشوفي بقى كل الناس اللي حواليكي اعداء، وانا الفيكتيم، انا الضحيه. الضحيه ما هو ده اسهل حاجه عند الشيطان. ان انا ابقى الضحيه والكل اعداء والكل السبب فيهم هم. لكن الله اعطانا طريقا ان احنا نقدر نقاوم هذه الروح، لان ده هدف ربنا من الاول. ادانا ان احنا نقاوم هذه الروح عن طريقه هو. وقال لنا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين. ليس حسب الجسد بل حسب الروح، يعني حسب روح ربنا. لان انا مش هقدر اظلم اخويا لو انا ماشيه بروح ربنا، لان ربنا ليس بظالم. مش هقدر اعادي اخويا بالاسلوب اللي احنا شايفينه ده لو انا ماشيه بروح ربنا، لان ربنا جاء لكي يجمعنا في جسد واحد كلنا.
في جسد ان احنا نكون كلنا اعضاء في جسد واحد. ما فيش فرق ما بين يهودي ويوناني، ما فيش فرق ما بين رجل وامرأة، ما فيش فرق ما بين طفل، ما فيش فرق بين أي بيننا كلنا أسود ولا أبيض ولا بتاع. الكل متاح لينا حسب محبة قلب الله، الكل واحد في المسيح يسوع. إذا اخترنا إن إحنا نسير مع الله ونصدق في إن محبة ربنا وبر الله ان هو ادانا طريق تاني ومد ايده، هو اللي مد ايده تاني لكي ما يرجعنا اليه والى صورته مره اخرى. افتكر اما السيد المسيح كان بيصلي من اجل من اجلنا كلنا، من اجل التلاميذ، من اجل اولاده، يقول انا مش بطلب انك تاخدهم من العالم بل ان تحفظ تحفظهم من الشرير. يعني احنا على فكرة كل يوم بنصلي في الصلاة الربانية بنقول ايه؟ اغفر لنا نجينا من الشرير، صح؟ كل يوم بنصلي بنقول نجينا من الشرير، ما بنقولش نجينا من العدو الشرير اللي هو اخويا ولا اختي، لا، نجيني من الشرير، الشرير الاصلي هو الشرير الاصلي، الروح الشر الاصلي، من الشرير. واجان ربنا امين. ربنا بار، عارف ان انا ما اقدرش اعملها لوحدي، لكنه عارف ان انا اقدر اعملها بيه، لاني يوم ما اسلمه ارادتي، يوم ما اسلمه قلبي، يوم ما اسلمه عقلي، يوم ما اسلمه نفسي، روحي هتتملي بيه. عايز ارجع لسؤال خالد وانت بتتكلمي افتكرت حاجه، ما بيقول اعوان الشر، مش كده؟ طب ممكن خالد يكون قاصد اعوان الشر الروحيه، ما هي الشيطان، الشيطان، ما هو الشيطان اللي أعوان، ما هو الروح بيكلمك. احنا طول النهار عندنا اتصال بالارواح على فكره، يعني الافكار 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 اللي بتجيلنا ديت افكار روحيه ممكن، فاحنا عندنا هذا الاتصال على طول. انت يا انسان تقدر تميز ما بين الفكر اللي بيجيلك دوت هل هو من الشيطان أو من الله، أو من الله بالزبط. حتى لو كنت مسيحي يعني، لأن المسيحيين فاكرين إنه ما بيجيلهمش أفكار، لا بيجيلهم، لا طبعاً إزاي إحنا في العالم يعني لازم نتأثر بيها، بس تمييز لو ادينا أداة بسيطة نقول إن إزاي تميز ده صوت الله ولا صوت الشيطان. احنا على فكره اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في موضوع عالم الروح، لكن نقول لهم ارجعوا لها بس نقولها تاني، معلش هنتعبك معانا. نو بس اعرف ازاي اجان نظرتي اي فكر اللي انت الايه الاولانيه اللي انت قريتيها، اي فكر يجي لي في سخط، في عداوه بالزبط، في خبص في تحزب، في قساوة، سلبيات، كلها في كل دوت ضد روح الله، كل ديت أفكار شرير. فخد بالك يا إنسان، أول الثعالب الصغيرة ديت زي ما الكتاب المقدس برضه بيقول لنا، أول ما يدخل في دماغك أي فكر، الثعلب الصغير ده خد بالك منه وارميه على طول. لكن لو أخدته وقعدت بقى تاخد وتدي معاه، خلاص دخلك وممكن يملكك. للي ما يعرفش المثل بتاعت الثعالب الصغيره، لاننا ساعات بنقول الامثله اللي بفتكر الناس عارفينها، وانت بتتكلمي برضو دي لفت انتباهي، انه القصه انه لو الثعلب الصغير وهو بيبي يقدر يدخل من تحت السور في الكارما ويبقى هيبوظ الكارما، هيبوظ كل المحصول، لو ابتدى في واحدة هيبوظ كل المحصول، وهو ثعلب صغير، بعدين بيتخن ويفضل جوه، بياكل وما يعرفش يخرج، بس يفضل جوه قلب الإنسان. ودي حاجة لازم ننتبه لها، إنه قلب الإنسان لازم يكون فيه كل ما هو صالح ومقدس علشان تقدر تستلم من الله، وما يبقاش في حاجة تعيق ده. هل يا سوزي الله له حماية خاصة لأبنائه؟ وهل الحماية دي تعني أننا مش هنهاجم من الأعداء؟ إذا كان عندك حاجة تانية عايز تقوليها فضلي، لو لا قبل دي خلينا في قولي تاني سؤالك. سؤالي أنه إحنا بنلجأ لله في كل الأحوال للحماية طبعا، لكن مع الحماية عندنا أعداء،
عندنا ناس بيعدونا، عندنا عندنا حرب، عندنا يعني لو نظرنا للواقع اللي قدامنا دلوقتي عندنا شعبين بيحاربوا بعض، you know، ده شايف ده عدو وده شايف ده عدو، ويمكن العدو الحقيقي يوقف في النص. اه طبعا ده مبسوط قوي، ده يعني شايف شغله تمام بالظبط، فهو عمال سيبنا احنا نضرب في بعض وهو يعني عمال يضحك فوق. ودلوقتي لما ننظر للامر من بعيد، عندنا شعب غزه بيقول لك واحنا ما عليناش حمايه، يا رب احمينا، هل الله ممكن يحمينا من حاجات زي كده ولا لا؟ دي من الحاجات اللي هي الحاجات الجسديه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. لكن حتى الحروب الروحيه، هل الله يقدم حمايه لابنائه؟ ربنا بيقول عن نفسه أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. حماية الله الروحية ضد أعداء نفوسنا أجان ليها اتصال قوي بهدف الله من حياتنا. ربنا في أفسس، لو تفتح لنا أفسس 6، إدانا أعطانا سلاح الله الكامل اللي بيه نستطيع أن احنا نقف أمام كل ضربات العدو. Yes. وبعدين عجبني بولس قوي بيقول ايه في تيموثاوس الثانية، سينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى ظهر الدهور امين. هو بولس ما ماتش، بولس مات. Yeah. ولكنه سينقذني الرب من كل عمل رديء. Yeah. يعني ايه؟ يعني انت هدفك ايه يا انسان؟ يعني لازم تبقى فاهم ان الله سيحميك، بل الله جاء لكي ما يخلصك وينقذك وعمل لك الخلاص. من اجل ان تكون ايه؟ من اجل ان تسير معه. فانت اهتم، انت ما هو ثقتك؟ هل انت ترى العالم بتاعك هو اللي قاعد لك؟ أما أنك تنظر إلى أنك عايز تعيش مع الله؟ إذا كنت أنت شايف أنك عايز تعيش مع الله، يبقى لابد أن تتغير وتستخدم ما أعطاك الله من أسلحة سلاح الله الكامل. خلينا نختم بسلاح الله الكامل، بس نكملي. أنا عايز أسمع منك شوية في الحتة دي. أنا طبعا اتقطعت، بس يعني حبل الأفكار. معلش. طب خليني أقول لك حاجة تانية على ما تفكري ترجع لي الفكرة. اتفضل. أوكي. أنه هناك آيات واضحة جدا في الكتاب المقدس تتكلم عن حماية الله على أبنائه، أنه لا يدع رجلك للزلل، تزل، لا ينعس، حافظك، الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب هو ترسي ومجني، الرب حافظ شعبه، كتير جدا. في آيات كتيرة للحماية الجسدية، دي وعود وروحية، لكن الوعد في العهد الجديد، ولازم نكون فاهمين، وعد الحياة الأبدية. بالضبط. أنا بتكلم على الوعد بحماية الله. هنتكلم على العهد الجديد. بما أنك قلتي كده، أنت قلتي بولس مات، كل الرسل ماتوا، وإحنا هنموت، وكلنا هنموت، بس المهم هنعيش فين بعد كده. لكن أيضا هناك حماية جسدية أيضا في أحيان كتيرة، زي ما شفنا أنه الله أنقذ بولس من الغرق. طبعا. الله أنقذ الناس اللي كانوا مع بولس من الغرق. أنا عايزة أقول لك أنه أنتم أبناء الله ليكم حماية خاصة، أنتم ليكم حماية خاصة من الله. أحيانا الله ينقذنا وينقذ المركب كلها عشان أنت فيها، لأنك ابن الله وعايش لهدف معين، وأحيانا لا، ولكن في النهاية هو اللي احنا رايحين له. الهدف هو ملكوت السماوات. سلاح الله الكامل، قولي الآية اللي انت كنت عايز تقوليها أو الأفكار اللي انت عايز تقوليها فيها. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. بالزبط. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق. بالحق، أي الله، لأن الله هو الحق. ولابسين درع البر. إيه يعني إيه درع البر ده؟ اللي هو بر الله. إن إحنا مش كل إنسان يبص على بر ذاته. مش كل إنسان له لمقياسه. إنما ده درع بر الله الذي أعطاني في المسيح يسوع. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. مش إنجيل الحرب. إنجيل يعني إيه؟ يعني البشارة.
حزينة أرجوكم باستعداد إنجيل السلام. يعني خليكم دايما مستعدين أن كنتوا تقولوا البشارة بتاعت ربنا في سلام، سالموا جميع الناس على قدر طاقتكم، سالموا جميع الناس. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. سيف الروح الذي هو كلمة الله، إذا حبيت أنك أنت تدي أخوك شيء اديله كلمة الله بالزبط. إذا عايز تحارب، إذا كنا عايزين نقول إذا عايز تحارب حارب بكلمة الله. يعني ليه؟ لأن كلمة الله تعطي الشفاء، ولأن كلمة الله مش بتحارب أخوك. يا لا، وكلمة كلمة الله هتشفي أخوك. كلمة الله لا تخرج فارغة، بل دايما بتدي، بتجيب معاها ثمر. أمين. فخلي دايما إن لما يكون في حاجة، خلي كلمة الله هي اللي بتحارب عنك. سيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا عينه. صلي من أجل أخوك، صلي من أجل أختك، خلي دايما الخير لأخوك هو اللي في بالك. خلي دايما صلاتك من أجل الآخرين، لأن بيها ساعتها ربنا هو هيبان. بتعجبني آية قوي وممكن أنهي بيها، بس أنا مش فاكرها قوي، بس اللي هي لا تكونوا يعني مديونين لأحد إلا بالمحبة. بالمحبة. أمين. أمين. لا تكون مديونا لأحد إلا بالمحبة. Yeah. لأنك عندما تحب أخيك، حتى في آية جميلة في كلام المعجز بتقول إيه؟ إذا كنا نحب الله ولكن لا تحب أخاك فأنت كاذب. Yeah. لأن كيف تحب الله الذي لا تراه؟ كيف تقول أنك تحب الله الذي لا تراه؟ أمين. وأخوك الذي لا تراه، ولا أخوك الذي تراه لا تحب. Yeah. فإن كنت تحب، لابد أنك تحب أخوك اللي جنبك، أو أختك اللي جنبك، إذا كنت حقا تحب الله. أمين. شكرا سوزي، وربنا يباركك، ولينا نقاشات أخرى في اسم يسوع. الغرض من الحلقة دي تعرف إنك أنت وإنتي تعرفوا إن هناك قوة معطاة من الله، سلطان معطى من الله لأبنائه، إنهم يقاوموا العدو الشرير الشيطان اللي هدفه إنه يهلك حياتك وإنه ياخدك من يد الله علشان ما يكونش ليك حياة أبدا. لكن الله وعد إنه محدش يقدر ياخد أبنائه من إيده. فالنهاردة كوني متأكدين إنكم أبناء الله حقيقي، إن حياتكم في إيده هو، وهو الذي ينجيكم من الشرير. ما تبصش للي جنبك على إنه عدوك، لكن تعامل مع الجميع بالمحبة والسلام على قدر طاقتكم. سلموا جميع الناس. أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.